بهدات كي دايرين؟ صافا بخير، كلشي مزيان، اموركم هانيه. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، في احسن الاحوال. جيتكم بما فيديو جديد. الوغ اليوم غادي نخرجوا، تخرجوا معايا نتقادوا باش نخرجوا، وما تديوهاش على هذه الحاله. غنبدا معكم الفيديو حتى نتقادوا، ولا نخلي باش نبدا معاهم. دونك لقيتوني كنلبس حوايجي، ديجا لبست هذا، المهم هذا الطوب مع ليغينز كحل، وغادي نزيد قميجه من الفوق. المهم نخرج عاد نوريكم الاوتفيت. المهم دابا غادي نقاد مكياج دغيا وغادي نكمل نهضر. شوفوا لي بعدا، المهم ندير ليكرون الشمس. شوفوا لي بعدا الحبوبات، صبحوا لي هنايا، ما عرفتش شنو ماتش هادو. هاي، مرحبا بكم. دونك اختي المول كنت باغا شحال وانا باغا نمشي ليه، وكيطلعوا لي في الانستغرام، في التيك توك، اكثريه في التيك توك، مشترياتي لي مارك كلشي دايرين دي بروموسيون واعرين في المول. هو صافي، وانا عييت نصبر حتى البارح طلعوا لي دي فيديو ديال يان ان وان، هي دايره بروموسيون ديال لي برودوي. عرفتي كياخذوا البنات شي حاجه غير ب 20 درهم، 25 درهم، 30 درهم، وانا نقول صافي. وطلبت عز الدين مع اليوم تيكون خدام، تيجي كيبغي ينعس يرتاح. قلت ليه والو، راه مكتئبه وخاصني نخرج، خاصني نخرج والله الا صافي. فريمون صراحه ماشي زعما كنضحك، ولكن سي فغ هاد اليومين كانت عندي شويه الدرك وعييت صافي، حسيت براسي فريمون عييت. المهم راه كثرت داكشي اش كنحيد منه شويه وكندير في يدي شويه، ما تكحش الناس يدينا. ايوا صافي، قلت لكم وطلبتو قلت ليه باش نمشي، وهذا قال لي صافي. دونك غادي نمشي، غادي نمشي بصراحه، مهتم اكثر بيانين وان. المهم خفت انني مورا هذا الفيديو كامل بنمشي وما نلقى حتى شي حاجه، وحيتاش دايرين انه لي بروموسيون في بيانين وان غتسالي اليوم 12. دونك اليوم 12، وداكشي علاش بغيت نمشي اليوم. ايوا صافي، وكنتمنى اني نلقى باقي لي بروموسيون، ما نحسش راسي تقولت، لانه ثاني اليوم جات باثنين ما غيكونش المول عامر، ولكن كنتمنى نلقى مازال لي بروموسيون حتى ما لقيتهمش. غادي نتفقص وعز الدين غادي يقجن، غادي ندير حتى شويه د لونشي ساغن باش نبلانديهم جوج دقه واحده. لونشي ساغن هنا، غادي نثبت بهاد اللي قلت لكم البودر اللي وريتكم اخر مره ديال فانسي، حيت عجبتني بزاف. شوفوا شفتوا كتثبت مزيان وكتماتي في لابو، كتولي يعني كيولي الوجه في لون واحد. وغنطفيو شويه هاد لابغيونس ديال ليكرون كيخليها ليا شويه، كيخلي وجهي شويه كيبري. دونك غنطفيوها شويه حتى غنتحركو، غادي نوليو كنبريو بلا حتى شي مجهود. درت المارون طلقتو هكا، وغادي ندير دابا قلم، غنديرو غير في قريبه هكا الخط رموش، وغادي نبلاندي ومي هكا، وغادي نبلاندي مومنتي تاع لي ومختي. من بعد بلانديت هنا درت شويه هكا القدام، درت شويه ديال البلاش ما حيت مبغيتش نتعطل. وصافي دابا كنقاد ماسكارا، شايفه لي بروموسيون في الصناد اللي كيطلعوا ليا بشي 70 درهم 80 درهم، وهذا جينا لي بري العاديين ديالها. كاينين شي حاجه ديال 80 درهم، ولكن بقى داكشي قليل. هما هذاك بحال داك الصباط اللي الزيت، وهذاك اصلا حتى 50 درهم تلاته، بقات حاجه قليله بزاف. داكشي ما زوينش، بغيت نصور لكم ما بقيتش نصور لكم، لانه بقات حاجه قليله بزاف. شي 10 البياسات اولا وما زوينينش كاع مره. دابا اختي غنمشيو نكملو الدوران ونمشيو نشوفو حاجة أخرى، هما هي أول صدمة، نشوفو واش ممكن بروموسيون في شي حاجة. جمعي الصفا ولا لا مع وجهي؟ جمعي، شوف بحال النحله. لي
140 وهنا اختي مشينا ليا نينوان. المهم هي شفتني عامره قلت راه باقي عندي الامل وراها تكون شي حاجه. المهم هنا التصوير غادي تصبروا معايا فيه لانه عطيت العز الدين ولي صور. انا كنت كنمشي نشوف ايوا اختي تصوروا على قد الحال. المهم هادو كانوا دايرين داك سيروم ب 60 درهم ديال الوجه، ما عرفتش واش التونر ولا سيروم ب 60 درهم ديال الحمض الحيال ارونيك. المهم كتمشي لي سميتو كتعرفش كيف كينطقوا. من بعد هنا كاين عندنا هذا الزيت ديال الاركان زوين داير لي 20 درهم، ولكن الصراحه ما خديتوش لانه ديجا عندي انا الزيوت بزاف ما تنبغيش نزيد عليا. صافي هنا كانوا لي بروموسيون ولكن لي ريفيرونس اللي بقاو قلال، يعني الصراحه لا في الاولى هنايا لي بروموسيون كانوا ولكن حنا فيهم معطلين، يعني ما قال لي حتى شي واحد ومشيت ليهم معطلين. دونك لي بروموسيون كانوا كلشي كان ولكن كلشي تباع. هنا يشوفوا هاد لي فوندو تان واعرين ب 20 درهم ولكن بقاو فيهم غير هاد لي ريفيرونس لي غامقين بزاف، يعني يصلحوا غير هكا البنات كيخدموا العرايسات كياخذوهم يميلونجيو بهم زوين بزاف ولكن بقاو فيه غير غامقين ما خديتوش. لقيت هذا بجوج هادو هما اللي بقاو اختي خديت هذوك جوج عكاكرات اللي وريتكم في الاخر خديتهم بجوج ودايرين لهم البنات 25 درهم واحد ولكن الا خديتي جوج كيحسبوا لك ب 20 درهم. دونك انا خديتهم بجوج ب 40 درهم زوينين الصراحه. دجا واحد واد اللي جربت ايوا صافي. ودابا كنقلب فين نصور اختي باش نحط في الانستغرام. هانتي ماما ديال اللبسه اللي لبست جيت نسولك. نعم المهم هذه الصنادله اللي خديت من شي ان لي زوينه، وهذا الكولون وهذا الطوب ديجا كان عندي وهذا القميجه من الفوق. ناخذ دابا ناكلو وما نقربش تسمعوني مزيان. جلسنا ناكلو بصراحه انا فين ما كنجي للمول هنايا كنخصني ناخذ الشاورما ديالهم حيت هنايا الشاورما زوينه بزاف وانا كتعجبني ولكن ما كنخلي فين ناكلها ما كنلقاش بنينه زوينه. هذا شنو سميتو يمال الشام هو اللي عنده الشاورما زوينه كاين في اكدال ولا كاين هنايا ديال المول. ايوا صافي جيت لهنايا انا غناخذو الدين تنقول لي شنو غتاخذ شنو غتاخذ هي فكر هو دابا نقول لكم الدين ما خصوش ياخذ حاجه غير هكا شهوه ياكلها. الدين خصو الحاجه اللي غادي تشبعو. شهوه ما كاينش حاجه شهوه خاص الحاجه اللي تشبعو حتى الاخر، يعني ما تبقاش عنده فين يتنفس. هذه هي عند الدين الماكله لا ياكلش حاجه في الزنقه.
وعينا نقلبوا مشينا للماكدو مشينا لهنايا بلاصه ديال الطاكوس مشينا ماما حنا فين دار 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 ما بان ليه حتى شي حاجه قال في الاخر صافي غناخذ معاك شاورما دابا ملي دوموندي من امي دوموندناها خلينا التيكي وجلسنا كنتسناو توجد وقيا راجع راه نادم معايا الحال راه ان بني دار عند بني ضميري ما حاجه تشبعني قلت له دابا صافي خلصتي وجلستي انا شحال من دابا تم كتشبعني لا والله انا كتشبعني من دابا تم العشاء والفريز كيعطيو فيها الفريز كثير العشاء هذا هو العشاء السبعه من الدجاج ولا هذا هو العشاء ايوا اختي هذا الشيء كاين احنا جالسين كندورو عينينا كركر كبيدات مامي الله دخلنا الدار عرفتو فريمون ما عرفتش مالي دخلت راسي كيضرني بزاف بحال ديك ايام شدتني الشقيقه المهم راسي كيضرني جينا تعطلنا شويه مع الماتش اليوم كان بادي مع 8 كان بادي مع 8 دونك جينا دابا لديك 8 ونص هكا يلا كنكملوا نتفرجوا ايوا صافي ما خديت حتى شي حاجه الصراحه من غير دوك العكاكر اللي وريتكم ما لقيت حتى شي حاجه صراحه عجبتني ما عجبتني حتى شي حاجه كيعجبوني دوك التيشورتات ديال ديفاكتو ما لقيتش التيشورتات زوينين مره يعني دايرين شي حاجه قليله اصلا دايرين التيشورتات بزاف دايرين شي حاجه قليله وما عجبونيش ال سي واي كي جاي ما فيهاش شي حاجه زعما ما عجبتني شي حاجه ايوا صافي كنت باغي ندوز ناخذ دوك الزريعه ولا شي حاجه باش نتفرج في الماتش الساعه صافي كتبان لي الدار قدامي مع راسي كيبرزطني ايوا صافي اختي دابا عطو بقى حوايجي ما بدلتهمش شفت حدايا بيجامتي ويلا غادي نبدل شي التلفازه وغنبدل الزنخ ديالي شي حاجه كرواسه وحلوه كالكسكروت وصافي غنقصو نيشان غنديرو قهوه ونتفرجو وناكلو ونديرو كسكروت وصافي حتى العشاء اللهم انا كنحس راسي بدا شبعانه كيعزتين غيجي الجوع ماما انا الصراحه كنحس براسي شبعانه ما كنضرش ناكل شي حاجه ولكن تنشوف صافي كان نجحنا زواج ديال التفاح حتى صبغ الموسم الماضي يوسف الصري اللي درنا قهوه المهم انتم الكرواسه اللي عند هذوك عندهم هذه ديال اللوز شوفوا لي حنايا هنا في هذاك العقده ديال اللوز عرفتوا بنينه 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 هذه ديال اللوز وهذه ديال الفاني ولكن ديال اللوز كتبقى طوب وديال الفرامبواز ولكن ما لقيتهاش لقيتها ما بقاتش ايوا صافي اختي حنا كنتفرجوا كبيدات المهم نظف اختي نمسح هذا المكياج كما بديت معكم فيديو بلا مكياج غادي نساليه بلا مكياج دونك غندير ماكياج بعدا ديال غارنيي وهاد اللعبات بغيت نقول لكم عليها واحد الحاجه انا يلا خديتها هاد دونك انا مولفه كناخذ واحد لا مارك واحده اخرى كناخذها سواء من كارفور اولا من عند ماني الماكياج غير واحد الماركه اخرى من غير هادي حتى هي مكتوبه بالغوز دابا مشكله البلاستيك ديالها راه ما يتبقاتش عندي هي اللي هادي سنين زعما انا كناخذها هاد المره ملي مشيت لقيت غير هادي فحال هكا كنضرب في السويقه لقيت غير هادي وانا ناخذها قلت صافي وخديتها بنفس الثمن باش كناخذ الاخرى ساعه خيب 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 ما عرفتش كيفاش نوصفو لكم ولكن هاد القطن ديالو رقيق بزاف وسخفان ما عرفتش كيفاش نشرح لكم سخفان شنو كنقصب دابا داك الاخر داك القطن الاخر كتبقى هكا القطنه واقفه فريمون كتمسحي بها وهذا واقفه هذا اون فوا رقيقه ومبهله اون فوا كديري فيها هاد الماء دغيا كتساليها كتمسحيها هكا كتلقاي سخفات المهم انا غنوريكم كيفاش المهم اختي غادي ندير ماكياج وشوفوا انا كنت كندير ماكياج داك ديال ميكسا هو نورمالمون غير كريم ديال لاباب هو باش كندير ماكياج وكنت صراحه مرتاحه فيه حتى هذا ديال غارنيي راه زوين ماشي خايب ولكن انا ولفت بالنسبه للبنات اللي فحال هكا وجههم كينشف اولا هذا راه لا كريم تيكونوا احسن من الماء لانه كريم كيخلي لك كيخلي وجهه مئضغاطه كيخلي الوجه مرطب ماشي كينشف الوجه فهمتوا وانا ما كنعجبنيش نحيد الماكياج ونحس انه وجهي ناشف هي على ما لقيت على ما نغسلو واش فهمتوني ايوا صافي اختي المهم
عطو صافي كنحس راسي طفيت. مهم راسي شويه الحمد لله شربت كينه كليت وشربت كينه حسيتين راه نعس. بقينا كنتفرجوا في الماتش هكا شويه تدات عينو عيان صافي نعس. انا الصراحه ما كنظنش اننا غنتعشى من غير الا ضربات الفيقه غير بغيت نتعشى بطبيعه الحال. ايوا صافي اختي المهم شنو بغيت نقول لكم ابدا انتم شفتوا انتم مسحت بها شويه شوفوا كي ولات تفلع عليا هذا. المهم البنات بغيت نقول لكم واحد الحاجه. المهم انا قبل دابا ما نوض كنت جالسه كنشوف بعدا قبل ما نمسح وجهي كنت جالسه كنشوف لي كومونتير لاخر فيديو لانه ما جاوبتش عليهم. انا الصراحه كيعجبني نجاوب على لي كومونتير كنحس براسي قريبه ليكم. دونك صافي جالسه كان هكا وواحد قريت لي ميساج وانا نتفكر قلت نيت غادي نقولها لهم في هذا الفيديو. بغيت نقول لكم شكرا بزاف الصراحه كيفرحوني بزاف لي كومونتير ولا متصور خصوصا في هذا الفيديو الاخرين. يقدر حتى انا بديت دابا كنحط لي فيديو يوميا وهذا عاد ولاو البنات كيولفوني وهذا ولاو لي كومونتير تبارك الله ما شاء الله. يعني تبارك الله البنات صافي ولفوني ولفتهم ومهم شحال الحال. لي كومونتير زوينين الصراحه بزاف رجاء فرحنا. اللي كت واحد البنت لي كومونتير ديما يلول كدير لي كومونتير ما واش جيهان واقيلا مهم ما عرفتش انا ذكرت اختي سميتكم في الفيديو. المهم ديما كتكومونتير كومونتي ديما كتكومونتي هي الاولى وجات وقالت واحد الكلمه اللي هي تقدر تشوفها بسيطه ولكن انا راه ما نقدرش فرحت مشيت عند عز الدين كنقول شوف كومونتير كي داير. قالت لي اشعار كيهز القلب زعما ملي وصلها الاشعار ديال انه فيديو جديد. وجات واحد البنيته تحت منها وقالت لها والله ما كذبتي كنفرح ملي كنشوف لي فيديو ديالها. وبقيت كنقول سعداتي الصراحه لانه دابا انا مولفه هادشي في الانستغرام صافي الانستغرام ولفتو عادي بالنسبه لي دوك البنات بحال صحاباتي خواتي عتي وهذا. ولكن في اليوتيوب كنشوف راسي شحال وانا كنخدم عليها واش فهمتوا بحال يلاه بديت كنجني داكشي اللي كنخدم عليه يلاه يعني ولاو عندي نيت كومينوتي ديالي لانه الناس تيتفرجوا فيك ولكن ماشي كلشي تيقول لك عجبني داكشي اولا ماشي كلشي كيكومونتي ليك. وهنا بغيت نهضر على هاد الحاجه راه البنات ديك الكومونتير راه زعما ماشي نتخلصوا عليها ولا شي حاجه راه ديك الكومونتير غير كتشجعنا هنايا. والله اليوم ما كنت غادي نصور يعني انا لاحظت لكم فيديو البارح نورمالمون خصني نرتاح اليوم وغدا نصور ولكن ملي قريت دوك لي كومونتير كلهم 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 بدون استثناء تبارك الله عليك رجاء ما تبقايش تغبري رجاء عجبنا هذا الفيديو رجاء 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 صافي قلت والله تغنوض نصور اليوم صافي فين قلت صافي نمشي للمول ونصور. دونك زعما اللي بغيت نوصل لكم انه هاد لي كومونتير تقدروا نتوما تشوفوا شي حاجه تافهه تقدري انت تفرجي في فيديو حتى الاخر وتمشي وتقدري انت تكوني دابا اللي كتفرجي فيا متبعاني وكتزقلتي شي فيديو ديالي ولكن كتجيك صعيب انك ديري جيم اولا ديري كومونتير. ولكن حنا راه هذيك انت كتقدري تستافدي شي حاجه من الفيديو كاين ما كنستافدش شي حاجه ما قلتيش لي شي كلمه زوينه. هذيك الكلمه الزوينه هي اللي كتشجعني هذيك الكلمه الزوينه هي لا قليب حطيتي غير قليب في كومونتير بالنسبه ليا شي حاجه بالنسبه ليا راه البنت تفرجات عرفتي عاوتاني في دي فيديو بحال هكا كيكون مثلا فيديو فيه نص ساعه وكتجي شي بنت في لي كومونتير كتهضر على شي حاجه اللي في التفاصيل ديال التفاصيل كنفرح بزاف تنقول يعني راه تفرجت في فيديو كامل مادام الانسان شاف واحد اللقطه يعني ما كيدوزش الفيديو مادام شاف لقطه بسيطه اللي دازت دغيا هكا وشافها. دونك بينما كتفرج في فيديو كامل وتا هاد الحاجه كتفرحني انا كنشوف شي وحده ردت البال ادق التفاصيل تنفرح تنقول انها راه كتفرجوا في الفيديو. دونك هادشي بغيت نقول لكم نقول لكم شكرا بزاف والله واخا عيان هضر ما نوصلش لكم ديك الهضره ديالكم شحال كتفرحني. وكنحاول نجاوب على كاع لي كومونتير والله كنحاول نجاوب عليهم كاملين وكنحاول نخدم وندير اكثر من جهدي والله القسم كنكون عيانه وكيكون عليا الدرك غير ابسط حاجه البارح الفلوغ اللي حطيت لكم البارح والله كان عليا درك ديال الخدمه وحده اخرى وكان كان اوبليجي عليا انني نمونطي هذاك الفيديو مونطي فيديو في الانستغرام مونطي ثلاث ديال الانستغرام ونهضر مع الناس اللي عندي معاهم دوك الخدمه ونصيفط لهم داك الشيء ونحط لا فيديو هنايا عرفتو كان عليا درك بزاف والشغل ديال الدار من الفوق. دونك ودركت راسي بقيت النهار كله وانا من هنا لهنا لهنا مشاو فين نوصل الليل حتى كنت كاو ولكن ماشي مشكل صراحه ملي كنجني من بعد الثمار ديال الخدمه ديالي بالهضره ديالكم التشجيعات ديالهم كيكونوا ليا اهم من اي حاجه. دونك شكرا بزاف بغيت نقول لكم راهي الا خليتوا ليا قليب زوين راه كيشجعني وكيفرحني والله يفرح كاع البنات اللي كيدعوا معايا. واحد المره واحد البنت كتبات كومونتير ومسحاتو اللي كتفرجي في هذا الفيديو انا عرفتك قالت لي رجاء ما تبقايش تقولي انه راجلك كيبات خدام وكتباتي بوحدك راه الوقت والزمان هذا. وانا على ما دخلت قريت الكومونتير من الفوق على ما دخلت باش نجاوبو لقيتها مسحاتو. بغيت نقول لك انا قريت الكومونتير ديالك وخا مسحتيه ولقيت راه فعلا البنت عندها الصح صافي ما بقى نقول لكم واش راجلي خدام ولا ما خدامش اختي بالليل وما نعرف. ولا دابا كتصيفط لي شي حاجه تقول لي فين ساكنه تنقول علاش كتسولني فين ساكنه تديوش عليا انا بديت نهضر ما نسكتش. المهم اختي غادي نسالي معكم الفيديو هنا صافي مسحت الجمال ديالي دابا غادي نمشي نغسل غادي نغسل وجهي بالجل نتوايون
اختي ومشي نضربها باحسن نعسه. دونك اختي غادي نسالي معكم هذا الفيديو هنايا، كنتمنى انه يعجبكم، كنتمنى انكم تكونوا دوزتوا معنا كخرجه خفيفه ظريفه، انه يكون عجبكم هذا الفيديو. ما تنساونيش من لي كومونتير اختي، جيم الى امرا تشوفي القناه ديالي ديري ابوني وتبقى تطلعوا لك كاع لي فيديو ديالي. ونقول لكم تهلاو فراسكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.